لكن بالنظر لطول ما يحدث في سوريا، نحن الآن على أبواب 14 عام، حدث هناك الكثير ربما من الديناميكيات. نحن اليوم أمام حالة تتداخل فيها قضايا ومطالب داخلية محلية بحتة، طيب، مع أجندات دولية في ظل توترات جيوسياسية تحيط سواء بسوريا أو بالإقليم بالكامل. وما يحدث اليوم مرتبط لم يعد فقط بالداخل السوري والقضايا السورية الداخلية أو المطالب السورية البحتة، وإنما مرتبط بما حدث في غزة وما حدث في لبنان بالعموم، من ناحية أن إسرائيل وسعت طريقة دكتور تعاملها. أنا أرجو أن يعني تجبني على موضوع داعش، يعني تفصيلة داعش هذه تفصيلة مهمة، وأود أن نتوسع بها إذا تكرمت. يعني السؤال هو هنا، ماذا لو عادت داعش؟ ما الذي يجمعها مع هذه الفصائل وما الذي يفرقها؟ بالتأكيد ما يفرقها الكثير. كل هذه الفصائل حاربت داعش منذ ظهورها في البدايات الأولى، لكن الفصائل بالعموم لم تكن تتمتع بهذا الدعم والقدرة الكبيرة التي كانت لدى داعش. وحتى اليوم هناك سؤال كبير لم يستطع أحد الإجابة عليه، طريقة التسليح التي كانت تتمتع بها داعش وطريقة الوصول إلى الأراضي السورية وقبلها والعراقية. إلى الأراضي العراقية، مشابهة لما يحصل اليوم في حلب وإدلب وأيضا حماة، أليس كذلك؟ لا، هناك اختلاف. ما هو نواحي. الاختلاف؟ أولا، المناطق الجغرافية باتت ضيقة ومحصورة. اليوم لو نلاحظ هذا الوجود الكبير للقوات الأجنبية على وجه الخصوص جعل سوريا مقطعة الأوصال. لذلك اليوم أي ظهور أو إعلان ظهور لداعش في أي منطقة سيكون عليه الكثير من علامات الاستفهام التي تضاف لعلامات الاستفهام سابقة. كيف استطاعت اختراق كل هذه الحدود والقوات الأجنبية لتصل إلى أي بقعة؟ لدينا من الشمال هناك تواجد كثيف سواء لقوات تركية، قوات روسية وأيضا قوات أمريكية. إذا ما نزلنا للجنوب أيضا هناك تواجد سواء روسي إيراني، أيضا في شق منه التنف أقصد أمريكي. بالتالي من أين ستظهر داعش؟ وإذا ما حصرنا أكثر في الداخل السوري أيضا المناطق باتت مقطعة الأوصال. قد تظهر خلايا هنا وهناك، لكنها لا، بالتأكيد لن تشكل هذا الخطر الكبير كما حصل في المرة الأولى. لكن النقطة الأساسية بالنسبة لظهور داعش الأول، حتى الآن لا يوجد أي مركز بحثي أو حتى استخباراتي أعلن وعلى وجه الدقة كيف استطاعت هذه الأعداد الكبيرة الوصول سواء من جمهوريات سوفيتية سابقة، آسيا الوسطى، القوقاز، أو حتى من دول أوروبية، لأن الكثافة والطريقة التي وصلوا بها تشير أنها لم تكن عشوائية وإنما بطريقة منظمة وعبر عمليات تجنيد.